الخير يا رب، تكونوا جميعا بخير، وإن شاء الله نبتدي بداية موفقة للجميع. المفروض ده الميتب الـ114، والمفروض هنتكلم فيه عن الستويشن أناليسز أو ما يعرف بالجزء الخاص فيما قبل الأدس. يعني إحنا قبل الإعلانات المفروض بنشتغل على بروسس وخطوات أساسية، وقبل الإعلان أو قبل شغل الأدفرتايزنج بشكل كامل بنشتغل على الأجزاء الخاصة بالمنتج والماركت، وكمان الجزء الخاص بالبرودكتس والأودينس والكومباتيتورز. ده جزء من الأجزاء المهمة قبل ما بنشتغل على اي اعلان، او قبل ما بنفكر حتى في شغل الادز لازم بنشتغل على الجزء الخاص بالسيتويشن اناليسز، او الجزء الخاص ب المعلومات اللي المفروض نشتغل عليها قبل الادز، قبل ايه الادز. طيب قبل ما بنشتغل على الادز، احنا قلنا ان احنا في اساسيات لازم بنخلي بالنا منها، من ضمنها الجزء الخاص بالريكويرمنت. يعني احنا قبل برضو ما نخش في الجزء الخاص بالسيتويشن اناليسز او الجزء الخاص بالسيتويشن اناليسز، بنفكر دايما او دايما بالحاجات اللي بقول عليها هي الايه الريكويرمنت، الاساسيات في شغل الاعلانات، الاساسيات في ايه الاعلانات اللي انا اصلا من غيرها ما بعرفش اشتغل ادز، او مستحيل ان انت تشتغل ادز او اي نوع من انواع الادفرتايزنج اكتيفيتي الا لما الحاجات دي تكون متاحه وموجوده ومعاك الاساسيات بتاعتها، بحيث ان انت لما تيجي تشتغل ما يكونش عندك اي ايشوز او اي حاجات تعطلك وانت شغال ايا كانت ايه هي. فدي من الحاجات المفروض اللي احنا بنشتغل عليها وبنفكر دايما فيها قبل ما بنخش في الادز او حتى في السيتويشن اناليسيز. طيب الحاجات دي زي ايه بالظبط، او الاساسيات دي المفروض اللي احنا بنشتغل عليها بتكون زي ايه؟ زي بالظبط كده تفاصيل المنتجات والستوك، تمام، الستوك او طبيعة المنتجات والتفاصيل بتاعتها بما يتضمن التسعير، تفاصيل المنتجات تمام، وانكلودد طبعا التسعير والتكلفه. انا مش هينفع اشتغل على منتج انا مش عارف سعره كام، مستحيل انا اشتغل على منتج انا مش عارف التفاصيل بتاعته ايه، ولا السعر بتاعه ايه، ولا اي ديتيلز عنه، يبقى انا مش هعرف اطلع منه اي ارباح او رؤاز او اي تفاصيل خاصه ب ب المنتج نفسه، ولا هعرف انا كسبان او خسران او اي تفاصيل انا مش هبقى عارف. بعد كده البليسمنت، مكان المنتج نفسه، سواء هو انكلودد الشحن، يعني انا بشحن المنتج ده بشتغله اذا شحن شيبينج وهكذا، ولا المفروض انا ببيع من الستور، المكان نفسه الخاص بالمكان الخاص بالمنتج. واحيانا في ناس بتيجي تران ادز ويلا بينا، هو مش عارف هل هو هيكون في شحن، طب كوست الشحن قد ايه، والتفاصيل دي كلها مش بتكون موجودة. طيب الجزء الثالث والأهم في الجزء بتاع الريكويرمنت أو الأساسيات، اللاندنج بيج، تمام. اللاندنج بيج ما بقاش من الحاجات المكملة، بقى من الحاجات الأساسية. يعني ما ينفعش إن أنا أشتغل على لاندنج أشتغل أدز وما فيش لاندنج بيج. لاندنج بيج هنقول إن هي جزء أو صفحة وجود العميل، او الصفحه اللي العميل بياخد فيها الانفورميشن او بياخد منها فيها المعلومات، وبياخد منها الريفيوز اللي هو تقييم المنتجات عن المنتج ده فيما قبل، او حتى الصفحه اللي هيكون فيها الليد فورم ان العميل يدخل ويملأ بياناته. وهنقول ان احنا ممكن نقول عليها الجزء الخاص بالويب سايت او الجزء الخاص بشغلنا على الايه على الويب سايت، تمام. فدي كلها حاجات اصلا بالنسبه لنا هي حتى قبل ما نخش في جزء الادز هي بالنسبه لنا ريكويرمنت، حاجات اساسيه ما ينفعش ان انا اشتغل من غيرها. يعني لازم تكون الحاجات دي موجوده وحاضره وانا فاهمها بشكل كويس وعارفها بشكل كويس، تفاصيل المنتج والتسعير والاجزاء دي لو انا مش معايا مش هقدر اران ادز والبليسمنت واللاندنج بيج، وطبعا الايه الجزء الخاص في الجزء الخاص بالادز الخاص بالمدفوعات او البيمنت جيتويز بتاعت اللي انا هستخدمها، هنقول عليها مصاريف او طرق.
طرق الدفع الخاصة بالإعلان. يعني أنا هدفع إزاي؟ هدفع بقى عن طريق فوري، هدفع عن طريق حساب بنكي بره مصر، هدفع عن طريق حساب موجود هنا في مصر وديبت كارد، أيا كان بقى طريقة الدفع الخاصة بيا، لأن دي برضو بقت حاجات من الريكويرمنت وحاجات اللي من هي اوريدي كانت من الريكويرمنت، لكن حاليا بقى من الصعب ان انت او بقى من الصعب ان انت ما تسألش عن حاجة زي كده. طيب خلينا نقول ان احنا بنتكلم عن او نرجع تاني نتكلم عن الجزء الخاص بالسيتويشن الخاص بالادفرتايزنج، لما نيجي نشتغل على الادز، ايه الادفرتايزنج اكتيفيتيز او البيفور ادفرتايزنج اكتيفيتيز اللي انا المفروض اشتغل عليها ما قبل الاعلانات. اول حاجة قلنا في السيتويشن اناليسيس الجزء الخاص بالسوق، الجزء الخاص بالسوق لازم اركز قوي قوي مع الماركت نفسه، السوق نفسه بيقول ايه. لما اجي اركز مع الماركت لازم اعرف السوق اللي انا بشتغل فيه ده بيقول ايه. طب تعالى كده نشوف مثال، لو انا بشتغل في سوق العقارات تمام، والمفروض جالي اوفر او جوب اوفر في الجزء الخاص الجزء الخاص في العقارات، جالي شغل خاص بأدوات طبية تمام، أدوات طبية. طب لو أنا ما بعرفش أقرأ الأسواق، لو أنا ما بعرفش أقرأ السوق وأدرسه وأخد بالي من تفاصيل السوق، هيبقى الأمور بالنسبة لي رايحة في حتة تانية، هتبقى الأمور بالنسبة لي رايحة في أنا مش عارف المفروض إن أنا هشتغل على إيه. لذلك دايما لما تلاقي أي أورجنايزيشن أو أي شركة بتتكلم أو إن هي بتدور على ميديا باير أو ما إلى ذلك، تلاقيها بتقول لك إيه، لازم أن تكون اشتغلت في المجال قبل كده، أو يفضل بالنسبة إن أنت تكون اشتغلت في المجال قبل كده، سواء بقى أنت اشتغلت في المجال ده مع شركة تانية، اشتغلته في مصر بره مصر في الخليج أو في الجولف إيريا بشكل كامل، أو اشتغلت عليه في أفريقيا تحت أو ايا كان، بس لازم تكون اشتغلت في الاندستري نفسها. لكده لايه؟ لان انت تكون فاهم الماركت نفسه وفاهم السوق نفسه. طيب فاهم الماركت ده ازاي، او ايه الاجزاء الخاصه بيفهمك للماركتنج؟ رحله العميل تمام، والكلام ده هنبص عليه دلوقتي، رحله او هنتكلم فيه دلوقتي، رحله العميل نفسه، رحله العميل بتمشي ازاي، وكمان غير رحله العميل تفاصيل السوق من الجانب الفني، تفصيل السوق من ايه الجانب الفني. طب تعالى نشوف يعني ايه رحلة العميل. رحلة العميل يعني تعالى مثلا نقول مثال زي العقارات تمام، لو احنا بنتكلم بقى على الشقين او الجزئين، العقارات انا بجيب دلوقتي حاجة اسمها الليدز تمام. طب لو انا مش شغال في العقارات ممكن وبشكل كبير مش هبقى عارف يعني ايه ليد اصلا، او انا مش هجيب الكونسبت ده بالنسبه لي مش هيكون مفهوم، او فكره الليدز نفسها والكواليفايد اوف ليد والقصص دي كلها هتبقى بالنسبه لي مستبعده لو انا اصلا اوريدي طالع في المجال على اساس اي كوميرس مثلا، او انا بشتغل في الاي كوميرس من اول ما دخلت المجال او لسه في البدايه. ليدز والعميل. طيب بعد ما بنجيب العميل، الليد المفروض ان هو بيروح على السي ار ام تمام. طيب بعد ما بيروح على الجزء الخاص بالسي ار ام، بيبتدي العميل يروح فين تاني بعد كده؟ بعد ما العميل بيروح على السي ار ام، المفروض ان هو بيروح بالسيلز تمام. طب بعد ما بيروح لتيم السيلز، او بعد ما بيروح لقسم السيلز، بيبتدي يروح فين؟ بيروح بقى في الايه الكول سنتر، او الجزء الخاص بالفولو اب، او السيلز بيفضل يتابع معاه ويعمل معاه الجزء الخاص بالفولو اب. فدي السايكل بتاعت العميل او السيلز فانل بتاعت العميل انترنالي في الماركت. بقى طبعا احنا خلينا نقول على حاجه نقطه مهمه، وفي بعض النقط كده هتلاقونا بننوه ليها جوه الكلام، دي بتبقى نقط مهمه جدا ومحاور اساسيه في الشغل. السيلز فانل او التارجت اودينس او الاستراتيجيك او البلاننج او اي حاجه في شغل الماركتنج بشكل عام بتنقسم لليفلز. ليفلز يعني خلينا نقول ان هي مستويات. مستويات يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول سيلز فانل، فدي تكون سيلز فانل خاصه بميديا باير او ميديا باينج بشكل كامل، وممكن تكون خاصه بالماركتنج بشكل كامل، ممكن تكون خاصه بالشغل او الجزء الخاص بال بشكل كامل، الشغل الخاص بالشركه او البيزنس بشكل كامل. رحله العميل مع الماركتنج او في قسم الماركت نفسه او السوق
بشكل كامل، سواء هو بقى مع قسم الماركتنج او السيلز، فهو بتمشي كالاتي: ان انا ليدز، وبعد كده بيروح على السي ار ام، بعد كده يروح للسيلز، بعد كده يعمل معاه كولز، وبعد كده يكمل معاه الجزء الخاص بالفولو اب والميتنجز وهكذا. تمام؟ فانا لو انا مش شغال في الريال استيت مش هكون فاهم السيتويشن دي، مش هكون فاهم المراحل دي بشكل كامل. طب تعالى مثلا نشوف، لو انا بشتغل في الاي كوميرس، لو انا بشتغل في الاي كوميرس هكون الموضوع بالنسبه لي واقف على ان انا بعمل ايه، او انا بدخل على ايه. انا المفروض بعمل سيرش عن منتج معين، والمفروض وريفر بقى المنتج ده بالنسبه لي ايه، وبعد ما بعمل سيرش ببتدي ان انا اجيت ريزلت بقى من صفحه السيرب، او باخد التفاصيل من صفحه جوجل، ان انا بعمل سيرش فباخد تفاصيل من صفحه جوجل عادي، وبعد كده بعمل لوجن او فيزيت على الويب سايت، وبعد ما بعمل لوجن على الويب سايت او بدخل على الويب سايت ببتدي ان انا اشوف بريفيو عن المنتج، صفحه البرودكتس. تمام؟ وبعد صفحة البرودكتس ببتدي ان انا اروح على الاد تو كارت، وبعد الاد تو كارت بروح على ايه البيرشز، او صفحة البيرشز بشكل كامل. فهنا بقى ايه، هنا بنشوف ايه، بنشوف ان الرحلة مختلفة. تمام؟ ان انا هنا لازم أن اكون فاهم في الماركت ايه بقى، لازم أن اكون فاهم رحله العميل ماشيه ازاي. لو انا بشتغل في السيلز حاجه، ولو انا بشتغل في الجزء الخاص بالاي كوميرس او الجزء الخاص بالريال استيت، ده موضوع تاني او ده جزء تاني بشكل كبير، ده موضوع وده موضوع. فكده لازم أن اكون فاهم الجزء الخاص بالسيتويشن اناليسيس، لازم أن اكون فاهم رحله العميل بشكل كامل. طيب بعد كده المفروض بشوف التفاصيل ايه، السوق بشكل كامل، تفاصيل الماركت نفسه، تفاصيل السوق. تفاصيل السوق زي ايه؟ لما احنا نيجي نتكلم في تفاصيل السوق، بتكلم في المفروض لما انا بشتغل على ماركت نفسه او بشتغل على سوق بشكل كامل، لو احنا مثلا برضو نقدر نقارن ما بين الاثنين، الريال استيت والجزء الخاص بالايكوميرس اللي انا ببيع منتجات، لو هنقول على تفاصيل السوق، فانا لما باجي اتكلم في العقارات فانا بتكلم في ايه؟ بتكلم بس في مساحات. تمام؟ دي تفاصيل في السوق. بتكلم على نظام اقساط. تمام؟ بتكلم على تسليمات. تمام؟ لما يجي يقول لي احنا بنلعب على فاليو معينه او بنلعب على قيمه معينه في السوق، الا وهي ايه؟ التسليمات. احنا بنسلم دايما بسرعه، فانا لازم اكون فاهم الكلام ده كله. فخلينا متفقين ان انا لما اجي قبل الاعلانات لازم اكون فاهم الماركت نفسه، الماركت نفسه اللي هي رحله الكلاينت نفسه او العميل بتاعي، وكمان اكون فاهم تفاصيل السوق عشان اقدر ابني رحله سهله للعميل، واقدر لما انا اعمل له ادز او لما انا اشتغل له ادز يبقى هو بيشوفني بشكل اقدر اوصله بشكل سريع. وده اللي بيفرق ما بين ميديا باير وميديا باير تاني، او حد شغال في الادز وحد شغال تاني في الادز، هو ده فاهم رحلة العميل فبيأثرها عليه فبيقدر ياخد منه اكشن سريع، ما غير ان حد داخل شغال تك 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 دايركت كده ورا بعض ومش فاهم رحلة العميل. طب تفاصيل السوق بقى، تفاصيل السوق هنا بيكون في الاي كوميرس ان هو لازم يشوف مراجعات او ريفيوز على المنتجات. لازم العميل يشوف مراجعات او يشوف ريفيوز على المنتجات، لازم. لو ما شافش ريفيوز بشكل كبير مش بتلاقيه بيقتنع وبيشتري. يعني انا لو محتاج اشتري مايك علشان اسجل بيه مثلا، او اعمل بيه ريكوردز او بودكاست او ما الى ذلك، لازم بدخل اشوف في تفاصيل المايك وعليه ريفيوز وفي ناس بتتكلم عنه، هو معروف ولا لا، ولا انا المفروض بتكلم عن منتج بشكل كامل او منتج بشكل مش واضح بالنسبه لي. فلازم تفاصيل مراجعات المنتج، الاسعار في السوق عندي، لازم أنا أكون عارف إزاي ألعب على الأسعار وإزاي إن أنا أشيل من المكسب وأحط في مكسب منتج تاني وهكذا. فطبعا لازم أنا أكون أنا فاهم التفاصيل دي. طب التفاصيل ده بقى إيه؟ يعني هاو يعني إيه؟ هاو تو جيت يور بيرن بوينت، تبقى إزاي هتجيب النقط بتاعتك دي؟ هتجيب النقط بتاعتك دي منين؟ يعني أنت دلوقتي تمام، أنت بتقول لي أعرف رحلة العميل وأعرف تفاصيل السوق و و و الكلام ده كله. طب أنا هعرف منين بقى؟ يعني منين اجيب الكلام ده؟ الكلام ده بيتجاب منين؟
من صاحب البيزنس نفسه. محدش بيفتح بيزنس غير لما بيكون عدى مراحل كتير فيه. انا لو هشتغل في الادوكيشن او الماركتنج فانا اوريدي عديت ب 16 سنه في الماركتنج عشان افتح بيزنس خاص بالجزء ده. حد بيفتح ريال استيت فهو اوريدي عدى سنين، فهو هتلاقيه عنده المين كونسبت ده وعنده التفاصيل من صاحب البيزنس نفسه. تمام، من صاحب البيزنس نفسه او اللي بيشتغل على البيزنس نفسه. طيب الجزء التاني، لو انا المفروض محتاج اجيب تفاصيله بس انا بشتري وببيع عادي، مش او بشتغل ميديا باينج على وينر برودكت، فاوريدي انت اشتغلت على منتجات قبل كده خاصه بتيم او خاصه بحد تاني، فاوريدي انت بدات تجيت الانفورميشن منهم او تاخد الايه او اشتغلت في ايجنسي فاوريدي جبت منهم. طب مين تاني؟ من المبيعات. تمام، من تيم المبيعات. تيم السيلز دايما هتلاقي عنده الفول اوبشنز بشكل كامل، هتلاقي عنده فول انفورميشن بشكل كامل، هتلاقي عنده كل الهيستوري اللي انت هتحتاجه. فلازم تكون جايب تفاصيل الماركت نفسه من ايه، من المبيعات. بعد كده من ايه، البحث نفسه اللي هو بنقول عليه انكلودد جوجل. تمام، اللي هو من اوريدي من جوجل. طيب اوكي تمام كويس جدا. طب عشان اشتغل بقى على ده ممكن اعمل ايه؟ ممكن مثلا اجي هنا واقول مثلا ريال ستيت ماركت ان ايجيبت، ماركت in Egypt. تمام، طيب لما انا اجي اشوف حاجه زي كده هدخل اشوف الماركت نفسه والتفاصيل بتاعته. الارقام بتاعت السوق بتقول ايه؟ هتلاقي هنا الارقام بتاعت السوق، ارقام الماركت نفسه، هتلاقي الارقام الخاصه بالماركت نفسه. انا دلوقتي عندي المفروض كام حد او كام حجم الانفستمنت الخاص بالسوق، حجم الانفستمنت خاص بالسوق قد ايه، وكمان عندي المفروض احصائيات وكل الديتيلز الخاصه بالماركت من اول 23 لحد 28. سهل جدا 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 تجيب احصائيات، سهل جدا تجيب معلومات عن الماركت نفسه. تمام، سهل جدا تجيب معلومات عن الماركت نفسه، حجم الماركت نفسه في اخر كام سنه والسنين اللي جايه. طب انت لازم يعني تعمل بيمنت او ان انت تدفع فلوس علشان تجيب الانفورميشن دي؟ لا خالص، انت من خلال بس تكون عندك النو هاو بتاعت الهاو تو سيرش، يعني انت ازاي تسيرش عشان تجيب الانفورميشن اللي انت عايزها. من هنا هتلاقي ايه البوينتس اللي انت محتاجها كلها، وهتلاقي كل التفاصيل اللي انت محتاجها بشكل كامل. بعد كده خلاص بقى بتفهم طبيعة الماركت، الماركت نفسه رايح فين، افضل البروجكتس اللي موجودة في السوق. تمام، افضل بروجكت. فهنا بتاخد بشكل كامل اوفر فيو عن البرودكتس وعن السيرفيس اللي انت بتشتغل عليها. طيب لو احنا مش هنشتغل على ارقام زي كده، مش هنشتغل على ستيتس او الحالات بتاعت الماركت بشكل كامل زي كده، ممكن تشتغل على ايه؟ او ممكن المفروض هنا طبعا الماركت ديفينيشن بشكل كامل عشان تقدر تفهم الاستراكشر بتاع الماركت وتقدر تفهم كل الديتيلز بتاعت ايه الماركت بشكل كامل. طيب احنا مش هنخش في كل الديتيلز دي، ممكن اعمل ايه او ممكن انا اقرا ده ازاي؟ هتخش على حاجه زي مثلا بروبرتي فايندر مثلا. تمام، هتخش على حاجه زي بروبرتي فايندر وتبتدي تشوف ايه افضل البروجكتس اللي موجوده، المشروعات المتاحه دلوقتي، المشروعات او البروجكتس اللي داخله في ادز، دافعين فلوس ادز عليها، النيو بروجكتس، المشاريع الجديده، وهكذا، عشان تقدر ان انت توصل لي او تجيت بوينتس اللي انت محتاج توصل لها. تمام، فهنا هتبتدي تشوف ايه التقارير بتاعت الارقام والحجم السكاني وهكذا. طب انا دلوقتي المفروض بشتغل على بروجكتس خاصه، او انا همسك مشروع ليه علاقه بالعاصمه. لو انا هشتغل على مشروع ليه علاقه بالعاصمه فاوريدي بعمل ايه؟ ببتدي اشوف العاصمه الاداريه واعمل عنها سيرش، وابتدي اشوف البروجكتس الجديده فيها واطلع الفيتشرز اللي موجوده فيها وابتدي احولها لبنفيتس علشان اقدر اشوف الكلام ده. طب تعالى نشوف مثلا لو احنا بنشتغل على حاجه، خلاص احنا شفنا لو از ريال استيت ممكن اكون بشتغل على ايه. لو احنا بنشتغل على حاجه مثلا ليها علاقه زي ما احنا قلنا ببرودكتس مثلا خاصة، فهنقول مثلا افون مثلا برودكتس او هنقول كوزماتيكس.
تمام، وهنشوف المنتجات مثلا الخاصه بيها لو انا بشتغل على حاجات ليها علاقه مثلا بنفس البرودكتس دي، فابتدي اشوف الماركت بيقول ايه، ابتدي اشوف الاسعار، ممكن ادخل على حاجه مثلا ويب سايت مثلا اشوف مثلا خلينا هنا نقول مثلا كاتالوج مثلا افون، وابتدي اشوف البروشور بتاعهم، وابتدي ادرس اشوف اذاكر الماركت نفسه بيتم ازاي، وابتدي ادرس بشكل كبير الماركت نفسه بيقول ايه عن اسعارهم المنتجات اللي بيقدموها، الديتيلز بتاعتهم بشكل كامل وهكذا. تمام، فدي من الحاجات المهمة بالنسبة لي ان انا ابتدي اقرا المنتج. طب ممكن ندخل مثلا على لو انا تعالى كده ناخد مثلا برودكتس من عندهم ونشوف تفاصيل لمنتج ونشوف ازاي ان احنا نقرا الماركت عنه. تمام، خلينا نقول مثلا ريفيوز مثلا، تمام، وابتدي اشوف بقى الناس بتقول عليها ايه، تمام، ابتدي اشوف الريفيوز عنها وابتدي اشوف الارقام بتاعتها بتقول ايه، وابتدي اجمع معلومات بشكل كبير عشان اقرا الماركت بشكل كامل، هي واخده ريفيو قد ايه والمفروض الناس بتقول عليها ايه، التفاصيل بتاعت الكلام عن البرودكتس نفسها والديتيلز بتاعتها ايه وهكذا. خصوصا كمان لو انا بشتغل على ماركت بره مصر، الديتيلز بتبقى بالنسبة لي أفضل بكتير جدا جدا، وبتبقى التفاصيل بالنسبة لي أوضح بشكل كبير. طب ممكن نخش مثلا على حاجة زي كان بكام مثلا، تمام، في مثلا كان بكام، تمام، ويب سايت اسمه كان بكام، خلينا كده نشوف كان بكام، تمام، ويدينا التفاصيل بتاعت البرودكتس نفسها، وابتدي اقرا عن المنتجات باسعارها. تعالى مثلا نشوف لو انا هشتغل على حاجه زي كده، تمام، وابتدي اشوف التفاصيل بتاعت المنتج مبدئيا كده، اللو برايس بتاعها كان ايه، والبرسنتج بتاعتها عامله ازاي، انا كنت المفروض في اول السنه الاسعار عامله ايه، واخر السنه الاسعار واصله لايه، وهل المنتجات بتطلع ولا بتنزل. طبعا احنا عارفين النزله دي نزلت ليه، تمام، فالاسعار كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت موجوده بكام، وموجود كمان في ماركتس تانية او عند سيلرز تانيين بكام، وابتدي اجمع كل المعلومات عن ايه الماركت نفسه، واجمع معلومات عن السوق ايه بشكل كامل. تمام، فانا لازم اكون عارف كل الايه الماركت نفسه، وابتدي اشوف الكوزماتكس مثلا، او ابتدي اشوف الريال استيت، او ابتدي اشوف طبعا على حسب ايه الجزء اللي انا بشتغل عليه بشكل كامل، وابتدي احدد ايه المنتجات اللي موجوده في الماركت نفسه. تعالى مثلا نشوف هنا، نقول مثلا تعالى نقول ان انا مثلا هشتغل على منتجات مختلفه ليها علاقه ب تعالى نشوف منتجات تانية من كان بكام، نشوف تفاصيل تانية، تعالى نشوف الاكسسوارز، تمام، هنقول مثلا ده مثلا كان بكام، موجود في أماكن تانية بكام وهكذا، وناخد مثلا اسم البراند نفسه أو اسم المنتج نفسه ونبتدي نشتغل عليه ونبتدي نعرف الديتيلز بتاعته بشكل أكبر. تمام، طيب تعالى كده نرجع تاني بعد ما خلاص عرفت الديتيلز بتاعت المنتجات السوق، وعرفت الديتيلز بتاعته وشفت الانفورميشن الخاصة بالماركت، نبتدي أشوف بقى التفاصيل الخاصة بالمنافسين، الكومباكترز بتوعي. تمام، المنافسين بالنسبة لي عايز أشوف التفاصيل بتاعتهم، التفاصيل بتاعت المنافسين. طب عشان أشوف المنافسين لازم أبص على كام نقطة تكون واضحة بالنسبة لي عشان أقدر أفهمهم كويس، أخد منهم أفكار وأبني عليها وهكذا. طيب ممكن أبني على هذا الأساس إيه، أو ممكن أشتغل على النقطة دي في محاور إيه بالظبط؟ أولا السوشيال ميديا بتاعتهم، تمام، خلينا هنا نقول السوشيال ميديا بتاعتهم، تمام. طيب غير السوشيال ميديا خلينا نقول هنا الويب سايت، تمام، الجزء الخاص بالكيوردز او الاس اي او بشكل كامل، وهنقول كمان الادز استراتيجي بتاعتهم،
تمام، ونقول ايه الادز استراتيجي بتاعتهم. فدي لازم حاجات تبص عليها عند الكومباتيتورز. وعلى فكره احنا عندنا نوعين من الكومباتيتورز، نوع دايركت نوع اندايركت. الدايركت هو المنافس المباشر، تمام، فاحنا هنا هنقول ان احنا عندنا المنافس المباشر والغير مباشر. طب المباشر والغير مباشر ايه الفرق ما بين الاثنين؟ المباشر هو اللي بيبيع نفس البرودكتس اللي انت بتبيعها وبيسد النيدز بتاعت العميل. يعني انا دلوقتي المفروض ببيع بنادول اللي هو بتاع البرد، اوكي تمام. لما انت بتبيع بنادول عشان البرد، ما انا ممكن اروح مثلا لشخص تاني اللي هو العطاره، تمام، وهجيب منه حاجات للبرد. هو مش نفس، مش كونجستال او دواء قصاده او منتج تاني شبهه، لا هو حاجه بديله بتسد احتياج العميل، لكن في نفس الوقت هو هي مش مباشره، هي حاجه اندايركت، حاجه او منتج اندايركت، منتج غير مباشر. في فرق ما بين ان انا اكون ببص على الكومباكتور المباشر والكومباكتور اللي هو مش مباشر. طب السوشيال ميديا هتكون زي ايه؟ تعالى لما احنا مثلا نشوف السوشيال ميديا ممكن تكون سوشيال ميديا نشوفها ازاي. تعالى في تولز مثلا اسمها فان بيج كارما مثلا، تمام، وممكن من خلالها تحط السوشيال ميديا انفورميشن بشكل كامل على حسب الـ على حسب الكومباترز بتوعك او المنافسين بتوعك، وتبتدي ان انت تشوف طبيعة الايه، طبيعة المنافسين وتشوف بعد طبيعة المنافسين دي، تشوف الديتيلز بتاعتهم وتشوف الايه الارقام بتاعتهم، وتعمل لهم انسايت للكونتنت، وتعمل انسايت للتفاصيل الخاصة بيهم، تعمل انسايت للتفاصيل الخاصة بالكومباتر، وتشوف هم المفروض بيشتغلوا على ايه، والحاجات اللي هم المفروض بيشتغلوا عليها على السوشيال ميديا as a content، وكمان الحاجات اللي بيشتغلوا عليها من ناحية الفيجوالز والادز اللي بيشتغلوا عليها. وممكن كمان لو احنا نبص على الاد library بتاعتهم ونشوف في الاعلانات بيشتغلوا على ايه، تمام، ونشوف في الاعلانات بيشتغلوا على ايه. تعالى كده مثلا لو احنا هنا هنقول الاول ادز، وفي الاول ادز ممكن نشوف مثلا فوري. تعالى ناخد فوري كمثال، تمام، فوري كمثال، وفوري مش مشغلة ادز، فخلينا مش سيب فوري، خلينا نشوف مثلا بريسماتيك، تمام، بريسماتيك المفروض هو براسماتيك ده من البراندز اللي بنشتغل عليها، هو براند في امريكا، والمفروض بيشتغل على حاجات منتجات ليها علاقه، حاجه ليها علاقه كده بالباودر كوتينج، حاجات زي كده. طيب تعالى هنا نشوف المفروض تخش هنا، تمام، طب خلينا نشوف ايه اللغه الغريبه اللي هو شغال بيها. يعني اوكي تمام. طيب هنا بتشوف ايه؟ هنا بتشوف طبيعه الايه الادز اللي بيشتغل عليها، الفيجوالز اللي بيشتغل عليها، وبتشوف طبيعه الايه السوشيال ميديا بلاتفورم، وبتشوف تفاصيل الاعلانات بشكل كامل. طيب تعالى كده نشوف فان بيج كارما على براوزر مختلف، وهنشوف هتدينا ايه. تمام، بيج كارما، وهنشوف التفاصيل بتاعة الأكاونت. مايند مي ليتر، طيب اوكي، عبال ما الاكونت يفتح، تمام. فالمفروض ان انت بتشوف التفاصيل بتاعت السوشيال ميديا بتاعتهم، وكمان بتشوف التفاصيل بتاعت الاكونتس بتاعتهم. طيب ممكن تشوف برضو الويب سايت بتاعتهم من
طيب خلينا نقول ان احنا نرجع نبص على سيميلر ويب ونشوف التفاصيل الخاصه بالويب سايت، وبنخش على الاد لايبراري وبنشوف التفاصيل الخاصه بالادز، وبنخش على فان بيج كارما وبنشوف من خلالها طبيعه الايه البروفايل بتاعتهم، ونشوف المفروض التفاصيل الخاصه بيهم. طيب على المفروض سيميلر ويب بتكتب تفاصيل الويب سايت اللي انت محتاجه. خلينا هنا نيجي نقول مثلا على تفاصيل منتج يكون مثلا مختلف. ماركتينج ويك مثلا. تمام، وتعالى نشوف مثلا التفاصيل الخاصة بالإيه الأكاونتس بتاعتهم. نعمل سيرش. طيب هنا بدأ يقول لك التفاصيل الخاصة بالويب سايت، فأنت بتبص على الكومباتر وتشوف التفاصيل الخاصة بالويب سايت بتاعتهم على حسب المفروض هم عاملين مثلا جلوبال رانك قد إيه، والكونتري بتاعتهم المفروض الكونتري رانك المفروض الخاصة بيهم بيعملوا رانك من خلال الاني كونتري بالظبط وانهي المفروض بلاتفورم، وكمان الكاتيجوري رانك هم بيلعبوا في انهي كاتيجوريز بالظبط في الماركتنج والادفرتايزنج والبزنس بشكل كامل. طيب تعالى كده نشوف برضو المفروض بتبص على ايه. بتبص على التوتال فيزيت، الكومباتر اللي قصادي ده بيخش عنده كام كلاينت، بيخش عنده كام كلاينت خاص بيا، كام عميل بيخش على الويب سايت وبيشوف الديتيلز، وكمان البونص ريت والديتيلز الخاصه بالزيارات بتاعته. هل هو المفروض في مرحله جروس وبيطلع من مثلا سبتمبر لاكتوبر مثلا، وبيظهر في الرانك بتاعه بشكل كويس في نفس الكاتيجوري؟ طب هو بيظهر رقم كام في الكاتيجوري بتاعه، بيظهر رقم كام؟ وبتشوف كمان الكونتري رانك هو على حسب مستوى الكونتري اللي هو ظاهر فيها، لو مصر او لندن مثلا في بريطانيا او ايا كان الدولة اللي بيشتغل عليها، والجلوبال رانك بتشوف الحاجات اللي بيرانك فيها، بتشوف كمان الكيوردز بتاعته، وبتشوف كمان التفاصيل الخاصة بيه بشكل كامل عشان تعرف كمان الكونتريز اللي هو بيسكوب عليها والسيتيز اللي هو بيشتغل عليها، عدد المفروض الايدج بتاعته اللي ظاهر فيها، المفروض هو الايدج بتاعته بيستهدف من كام لكام، من 25 زي ما مثلا ظاهر هنا ل 4 و30، وكمان المفروض ان هو الكاتيجوريز اللي بيلعب عليها والتوب توبكس اللي بيشتغل عليها، فانت هنا تقدر تقراه بشكل كبير. وكمان هنا بيقول لك الكومباكتور سيميلر بتوعه، يعني انت حتى لو انت محتاج تبص على كومباكتورز تانيين او منافسين ليك بيلعبوا في نفس المجال في كونتريز مختلفة او في نفس الكونتري اللي انت بتلعب عليها، هتلاقي كمان تفاصيل مختلفة على حسب المفروض كل دولة. وكمان بتشوف الترافيك بتاعه، هو بيجيب ترافيك منين، هل هو دايركت ولا من السوشيال ميديا ولا الميلز ولا البيد ادز ولا ايه بالظبط. وبعد كده كمان بتبص على التوب كيوردز بتاعته، بتبتدي تشوف كل الديتيلز الخاصه بالتوب كيوردز بتاعته، وهل هو ايه الكلمات اللي بيلعب عليها وبينافس عليها، وحجم الكاتيجوريز بتاعته والديستريبيوشنز طريقه التوزيع علشان يعمل زي باك لينكس او يعمل ترافيك بشكل عالي على الويب سايت. وهتلاقي كل التفاصيل الخاصه بالويب سايت بتاعه والشغل اللي هو بيشتغل عليه، هو شغال از سوشيال ميديا لينكد ان بشكل كبير جدا جدا، بيلعب على الجزء الخاص بلينكد ان، وكمان المفروض ان هو بيلعب على ديتيلز مختلفه، بيشتغل ادفرتايزنج وبيشتغل على البيمنت وبيشتغل كمان على جزء الايه
الادز بشكل كويس، فقدرت ان انت تفهم كل الديتيلز الخاصة بيه، وقدرت ان انت تفهم كل الديتيلز اللي هو بيلعب عليها. تمام، طيب تعالى هنا نشوف المفروض فان بيج كارما المفروض ايه اللي حصل فيها، او ممكن نقدر نشوف الديتيلز بتاعتها، ومن خلال فان بيج كارما بتقدر ان انت تعرف التفاصيل. تعالى كده مثلا نشوف براند زي مثلا براند خاص بواتساب. طيب واتساب المفروض لو انت بتحلل السوشيال ميديا بتاعتهم فانت وكمان بتشوف التفاصيل الخاصة بالبراند بشكل كامل على الايه، على السوشيال ميديا بشكل كامل. تقدر كمان تبص على الكونتنت بتاعهم وتبص على الشورتس بتاعتهم في الكونتنت، ايه افضل كونتنت هما بيشتغلوا عليه والستايلنج اللي هما بيلعبوا عليه والحاجات اللي بيأكدوا عليها في الشغل بتاعهم على طريقة الكونتنت والايه طبيعة الهيستوري بتاعتهم اخر فترة، وبتفهم المين استراتيجي الخاصة بالكومباتر بتاعك، المين استراتيجي او الاستراتيجي العامة اللي هو بيشتغل عليها بشكل كامل. طيب ده لما انت بتيجي تبص على السوشيال ميديا بتاعت الكومباتر وتبتدي تشوف التفاصيل الخاصة بالكومباتر بتاعك، تبتدي تشوف التفاصيل الخاصة بالكومباتر بتاعك بشكل كامل، بتبتدي تشوف زي ما قلنا كل الديتيلز، انت بتشوف السوشيال ميديا الويب سايت، وبتتشيك الاد استراتيجي اللي بيلعب عليها، وكمان بتتشيك الاي سي او عن طريق جوجل كيورد، وكمان ممكن تشتغل على الاي سي او تشيكر، وتبتدي تشوف التفاصيل الخاصه بالاي سي او بتاعه، العميل المنافس بتاعي هو بيظهر في اي صفحه في السيرب، بيظهر بكلمات ايه تحديدا وهكذا. تعالى مثلا نشوف هنا، هنقول مثلا ماركتينج. تمام، تعال نقول هنا ماركتينج منتور مثلا، وهنيجي هنا نقول ماركتينج منتور دوت انفو، ونشوف مثلا موقع زي ده بكلمة زي دي ممكن يكون ممكن يكون بيظهر في النتيجة الكام، او طالع في النتيجة الكام بناء على الكيوردز اللي انت بتدور عليها وبناء على الكلمات اللي انت بتسيرش بيها. هنا مثلا بيقول لك ان الويب سايت ده ظاهر في النتيجة ال20، وبيبتدي بقى ايه بتبص على الويب سايت بتاعه، بتبتدي تشوف على ايه التفاصيل بتاعت الويب سايت، بتبتدي تشوف على الكومباتر بتاعك هو ظاهر في النتيجة الكام في صفحة السيرب، وتعمل تشيك كمان على الكونتنت بتاعه، وتعمل تشيك على التفاصيل الخاصة بيه لو انت هتعمل تشيك على الكونتنت، فبتفتح الصفحة وتشوف الايه الاستراتيجي اللي هو بيلعب عليها. طيب ده لو انت بتبص خلاص انت فهمت الكومباتر بتاعك وحددت الاوبورتيونيتي بتاعتك وحددت كمان التفاصيل الخاصة بالكومباتر وقدرت تاخد منه التفاصيل الكاملة، ممكن بعد كده تعمل عليه السوات بتاعتك وتشوف التفاصيل النقط القوة عشان تلعب انت على نقط الضعف، ونقط القوة عنده ان انت تلعب عليها عندك عشان تقويها وتشوف الانسايتس بتاعته بشكل كامل. طيب بعد الكومباتورز انت بتشوف ايه؟ احنا شفنا المفروض الماركت والمنافسين، بعد كده بتشوف ايه؟ بتشوف الجزء الخاص بالعملاء، التارجت اودينس بقى. تمام، التارجت اودينس، تمام، التارجت اودينس بقى بتوعك اصلا انت المفروض لما التارجت اودينس تدرسهم ازاي وتبص عليهم ازاي. اول حاجه انت عندك طريقين بتشتغل عليهم بشكل مختصر كده، الاس تي بي، تمام، هنقول اس تي بي، والجزء الثاني الخاص بالباير بيرسونا. تمام، الجزء الخاص بالاس تي بي والباير بيرسونا. طيب الاس تي بي هنا احنا بنقسم الكلاينت بتاعنا ليه شرايح، انا دلوقتي المفروض بشتغل على جزء خاص ب الجزء الخاص بالملابس، او خلينا نقول هنا العقارات، خلينا نقول الملابس، اتكلمنا على العقارات كتير. تمام، طب الجزء الخاص بالملابس الطبيعي اول ما ببص على الاندستري نفسها وانا لسه داخلها جديد ومعرفش فيها اي حاجه، بلعب على اكتر من جهه. تمام، جزء الاس تي بي، الاس تي بي هنا هحط الاس اللي هو السيجمنتيشن، واحط هنا التي التارجتنج، واحط هنا البوزيشن. تمام،
طيب الجزء الخاص بالاس تي في هنا، انا دلوقتي المفروض ببيع ملابس سيدات او ملابس هنقول رجالي، تمام؟ هنقول هنا انا ببيع ملابس رجالي. طيب بعد ما ببيع ملابس رجالي، انا هنا عندي شباب وهنا عندي كبار السن، تمام؟ فهنا خلاص حددت انا كل دور الشباب والرجاله، سوري الشباب وكبار السن الاثنين رجاله، تمام؟ فكلهم بيندرجوا تحت السيجمنتيشن اللي هي الرجالي. طيب بعد كده ببتدي العب عليه على البوزيشن، ببتدي العب على الايه، على البوزيشن. طيب جزء البوزيشن ده المفروض بشتغل عليه ازاي هنا؟ المفروض ان انا متارجت او التارجتنج بتاع الشباب بتاع الجامعات، فانا المفروض هلعب على شباب الجامعه، والمفروض ان انا هلعب على خلاص المفروض في كبار السن، هلعب على الايه، الراحه، تمام؟ انا هنا ان انت بتشتري ملابس تبقى انت مرتاح، هنا شباب الجامعة اخر اخر او موضة، بلعب على الموضة مثلا، تمام؟ اخر حاجة في الموضة، فانا بلعب على الشباب، واخر حاجة في الجزء الخاص بكبار السن، فبلعب على ايه، الجزء الخاص هنا بالراحة. هنا بقى الاستهداف نفسه، تمام؟ انا هنا هكلمه ازاي، وهنا هوصل له ازاي، وهنا هكلمه ازاي، وهنا هوصل له ازاي. شباب الجامعة عن طريق السوشيال ميديا ادز، تمام؟ وبشوف ان انا هنا فيديوهات، تمام؟ وبحط فيها اخر موديلات، تمام؟ طيب انا بلعب على ده، تمام؟ بلعب على الجزء ده، او دي الجزء اللي انا بشتغل عليه لو انا المفروض بتارجت الفئة دي او بتارجت الجزء ده. الجزء التاني بلعب بقى على ايه؟ الراحة في الملابس بشكل كامل، تمام؟ الراحة في الملابس و الحاجة الفضفاضة مثلا، تمام؟ هو الكوار السنة بيحب الحاجة الواسعة جدا، تمام؟ فخلاص أنا عملت على الجزء بتاع الاس تي بي. هجيب بقى إيه؟ هجيب المفروض جزء أو شاب جامعة، وهبتدي ألعب عليه بقى، ألعب على المفروض السن من كام لكام، هنقول إيكوال 22 سنة، والمفروض هنلعب على الفكرة، تمام؟ إيه الفكرة اللي بتدور في دماغه والبيهيفير بتاعته، الاحتياجات، تمام؟ وهلعب كمان على السن والاحتياجات، الانكم الدخل ده بيدخل له قد ايه في الشهر، تمام؟ وده هجيبه من ايه، من البيزنس نفسه، البيزنس نفسه بناء على الاحصاءات بتاعته والارقام اللي المفروض هو محققها والداتا بتاعته، وابتدي اشتغل عليه، تمام؟ فببتدي احدد طبيعة الباير بيرسونا بتاعة الكلاينت بتاعي، وبحدد الاس تي بي بشكل كامل عشان ابتدي اخد منظور كامل قبل ما اشتغل على الكي الكلاينت بتاعي، قبل ما اشتغل على الادز بتاعتي، او ابتدي اشتغل على الديتيلز بتاعت الادز بتاعتي بشكل كامل، عشان لما اجي ادخل في الادز ابقى انا التارجتنج بتاعي معروف، انا عارف تفاصيل المنتج بتاعي، عارف الماركت ده بيلعب على ايه والمنافسين بتلعب على ايه. فانا هنا فهمت خلاص الجزء الخاص بالماركت والكومبيتيتور والمفروض الايه، التارجت اودينس بتاعي، يبقى انا كده الماركت والمفروض المنافسين والايه، التارجت اودينس اللي انا بشتغل عليه، او المنافسين اللي انا المفروض بشتغل عليهم بشكل كامل. يبقى احنا قلنا المنتج والمنافسين والسوق، تمام؟ المنتج والمنافسين والسوق والعملاء، تمام؟ هنا احنا قلنا الاودينس، الماركت، المنافسين والسوق، وهنقول بقى ايه، العميل. احنا خدنا المنافسين، طيب تعالى بقى نشوف المنتج. انا دلوقتي محتاج ادرس المنتج نفسه، محتاج اقرا عن المنتج بشكل كامل، لازم اعرف تفاصيل اساسية عن المنتج. تفاصيل أساسية عن المنتج عشان أقدر أشتغل عليه، لازم أكون عارف الأسعار الخاصة بالمنتج، لازم أكون عارف كل التفاصيل بتاعة الأسعار بتاعة المنتج، والمفروض إن أنا بعت بكام، والمفروض إن أنا أعرف التفاصيل الخاصة بالمنتج بشكل كامل. يعني أنا عندي الأسعار، المفروض الأسعار دي أنا أكون فاهمها بشكل كبير، فاهمها ليه؟ لأن أنا المفروض بطلع حاجة اسمها الكاك، أو الكوستمر أكوزيشنز، الكوستمر أكوزيشنز، تمام؟ او الكوست بير ليد، لو انا بشتغل ليدز الكوست بير ليد، تمام؟ انا بالنسبه لي
بدفع كام على العميل. انا بالنسبه لي بدفع كام على العميل عشان ابتدي اوصل ليه. طب تعالى كده نقول والله انا ببيع الطقم الرجالي ب 500 جنيه. طيب فانا بالنسبه لي الكوست توتال المفروض كوست 200 جنيه، تمام؟ فانا محتاج ازود عليها الكوست بالريزلت الواحده 50 جنيه عشان تبقى التوتال كوست 250 جنيه. فبالنسبه لي اعمل ريفينيو او اعمل بالنسبه لي بروفيت بشكل اساسي 250 جنيه. فلازم أن اكون فاهم الكلام ده عشان لما اجي اشتغل ادز ابقى انا عارف ادفع قد ايه واعرف التفاصيل بتاعت المنتج بتاعي قد ايه. طب غير الاسعار، غير الاسعار اعرف ايه تاني؟ لو انا مش هعرف الاسعار المفروض اعرف ايه تاني، او بقى مع سوري الاسعار اعرف ايه تاني؟ الاستخدام بتاع المنتج، تمام؟ الاستخدام للمنتج، تمام؟ لازم انا اعرف طريقه استخدام المنتج بشكل كامل، والمنتج ده لما بنستخدمه بيقعد وقت قد ايه وبياخد وقت قد ايه وطريقه الاستخدام، وهل هو بيحتاج منتج تاني يتخلط معاه او يستخدم معاه او قبله او بعده او هكذا. لازم أنا اكون عارف طريقه الاستخدام والصلاحيات للمنتج. بعد كده الايه الجزء التاني، المميزات بلس مع المميزات. لازم كمان مع المميزات اكون عارف الجزء الخاص بالفوائد. ايه الفايدة من المنتج ده؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين الميزة والمنتج، سوري، ما بين الميزة الفيتشرز والبنفيتس. في فرق ما بين الفيتشرز والبنفيتس. انا لما باجي اشتغل على المميزات غير لما اشتغل على الفوائد. المميزات ان انا بالنسبة لي لو انا محتاج اعرف مثلا المميزات عن منتج وفوائد تانية، هنا الميزة بتاعت المنتج بالنسبة لي هنا الامان كمثال، دي ميزة الأمان. طيب بعد كده لو أنا الفايدة إن أنت هتوصل، وإحنا مثلا بنتكلم عن أوبر أو حاجة، فأنا بالنسبة لي معيار الأمان هي ميزة للسيرفيس أو الخدمة اللي بيقدموها، والفايدة إن أنا هكون مثلا ابني أو ولادي هيوصلوا في أمان، تمام؟ مش هاخد أي بانيك عليهم، ومش هبقى أنا كير على ان لا في حاجه ممكن تحصل او كذا. ففي فرق ما بين الميزه والفائده. فممكن بقى اقول بدل ما اقول للعميل ان احنا بنتميز بالامان، او انا كشركه اوبر او ان انا بشتغل ان انت في سيكيورتي، لا انا مش اقول له كده، اقول له انت ولادك تقدر تبعتهم في مشاوير من غير ما تقلق وهكذا. لو انا مدرسه وعندي المفروض مثلا بعمل كومبيتيشنز ما بين الطلبة وبعمل لهم اكتيفيتيز وهكذا، فانا مش هاجي اقول ان انا بعمل اكتيفيتيز وهقول ان انا بقدم سيرفيس احسن سيرفيس في الدنيا، لا انا هقول له انت ابنك هياخد مستوى اعلى في الذكاء ده نتيجة الاكتيفيتيز اللي بتحصل. فهنا انا بتكلمه على البنفيتس اكتر ما بكلمه على الايه الفيتشرز او المميزات. لو انا بشتغل مثلا وفي حضانة، او انا بقدم سيرفيس للاطفال اللي موجوده في الحضانه، او فاتح حضانه بمعنى اصح، فهنا المفروض ان انا هتكلم عن ايه بدل ما هتكلم عن ان في كاميرا تقدر ان انت تفولو اب او تشوف ابنك في اقرب وقت واي وقت طول ما هو موجود معانا في الحضانه. لا انا هقول له انت عمرك ما هتخاف على ابنك، ودايما هتبقى شايفه قدام عينك حتى وهو في الحضانه، لان وهتبقى مطمن عليه. فانا هديله البنفيتس لما انت هتاخد السيرفيس دي بالميزات دي، ايه البنفيتس اللي انت هتاخدها؟ فلازم انا اكون فاهم المنتج وطريقه الاستخدام بتاعته وكمان فيتشرز بتاعته والمميزات بتاعه المنتج بشكل كامل. فكده احنا فهمنا احنا ازاي نقدر نقيس الكلام بتاع نقدر نقيس للكومبيتيتورز والتولز بتاعته، وكمان شفنا التفاصيل الخاصه بازاي ان انا اناليسز الويب سايت واطلع الارقام الخاصه بالويب سايت بتاع الكومبيتيتورز عشان اقدر اطلع البنفيتس والفيتشرز بتاعت كل ويب سايت والاي سي او والمراحل بتاعته مع الكومبيتيتور بتاعي. كمان اقدر اشوف الادز الخاصه بالكومبيتيتور عشان اقدر اعرف الادز، حتى ممكن اعرف الادز اللي في الماركت نفسه، يعني انا ممكن اعرف الادز اللي في الماركت بشكل كامل، تمام؟ فانا ممكن اعرف الادز اللي في الماركت بشكل كامل حتى لو انا مش متارجت كومباكتور معين او انا مش مستهدف كومباكتور محدد. كمان اقدر اشوف الديتيلز بتاعت اي منتج على حسب كل منتج وعلى حسب
متوسط الاسعار بتاعته، وهو عامل ايه في السوق بتاعه والماركت بتاعه، رينج البرايسنج رينج بتاعته، هل هو لو ولا هاي، ولا هو في اني برسنتج دلوقتي او في اني ليفل بالظبط، على حسب الكونتريز وعلى حسب الكاتيجوريز اللي انا بلعب عليها بشكل كامل. وكمان اقدر ان انا اقسم التارجت اودينس بتوعي عشان لما اجي اكلمهم ابقى انا عارف سواء بكلمهم بأي طريقه، سواء انا بكلم اس تي بي او باير بيرسونا، وابتدي ان انا اقسمهم لسيجمنتيشن وتارجتنج وبوزيشن، وابتدي العب على الباير بيرسونا بتاعتهم، على الايج والجندر، وكمان العب على الجزء الخاص بالنيدز بتاعته والانكم الخاص بيه، وكمان هلعب على جزء البرودكتس. لازم أنا اكون فاهم التوتال برايس بتاعه ازاي، والبرايس متقسم ازاي جوه كل برودكت، وكمان الهاو تو يوز الخاص بكل برودكتس والفيتشرز، وازاي ان انا اقلبها واتكلم عنها از بنفيتس للكلاينت زي السكيورتي وما الى ذلك، والايدياز الخاصه بالبرودكت بشكل كامل، زي ان انا اشوف الماركت وابص عليه بشكل كامل، سواء من ناحيه الفانل بتاعت او السيلز فانل بتاعت الكلاينت او بتاعت البيزنس بشكل كامل، والمفروض ان انا اجنريت الايديا بتاعتي من مين، سواء من السيلز تيم او من البيزنس اونر او من خلال السيرش وصفحه السيرب بتاعت جوجل. تمام، دي كلها المفروض ان انا اجزاء ابص عليها واجزاء اشوفها في الايه الماركت بتاعي، بحيث ان انا اقدر اكون كل الفول انفورميشن اللي انا هحتاجها وانا بديسكاس مع نفسي كده البراند او البيزنس وانا بشتغل عليه. طبعا ده كله ايه بيفور اني اكتيفيتيز فور ادز، اي حاجه قبل ما اشتغل في اي حاجه في الادز لازم ان انا اكون معايا كل الانفورميشن دي، او اشتغل على الفول انفورميشن دي عشان يبقى عندي النو هاو بتاعت كل حاجه قبل ما ابتدي اقول انا بالنسبه لي اتس اوكي ام ريدي ان انا اشتغل على الادز دي. اوكي، فدي كانت المهم بوينتس المهمه بالنسبه لي والاساسيه. ف اني كويشنز، يعني ممكن حد يعمل تيست ان المايك مفتوح لو حد عنده اي سؤال. خلينا الفين حد عنده اي سؤال. اوكي، مساء النور. ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ الحمد لله تمام. بصراحه انا متابع حضرتك بقالي فتره على اليوتيوب، بجد استفدت جدا، فكان عندي استفسار صغير. اتفضلي. اكيد. طيب بس هو بخصوص اعلان على الفيسبوك، مش تبع الويب سايت خالص. عادي، اوكي، مفيش مشكلة. ميرسي لحضرتك. هو بصراحه انا شغاله في مجال المطاعم، تمام، وكنت عاملة إعلان من فترة صغيرة بعد الحوارات يعني بتاعة الفيسبوك والقضية وكده، فالإعلان النتيجة بتاعته كانت وحشة جدا. كنت عاملة رسائل وجاب 45 مسج بس ما كانش فيه ولا أوردر، وده ما كانش طبيعي يعني بالنسبة لي. ما كانش فيه ايه؟ فمثلا ولا أوردر يعني أو اوكي أي تمام أكشن عامة، تمام طيب. فهل مثلا ده متعلق فعلا بالأحداث اللي فاتت وكده، لا لا، ولا ملوش كان علاقة، ملوش علاقة، او مش، خلينا نقول ملوش علاقة. يعني خلينا ادي اقسم الموضوع معاك لكام جزء. اول جزء ان وارد يكون لي علاقة، وارد يكون لي لا، لان انا قبل بس ما اديك اي انفورميشن او اي انسايتس او اي كلام عن السؤال، لازم بيبقى بالضروري ان انا ابص على الادز واشوف الديتيلز بتاعته. فكل الكلام اللي انا هقوله هو محض التجربه ومحض الاكسبيرينس اللي انا عديت بيها، وانت هتاخدي من الكلام ده تعملي تيست كده على يعني الكلام اللي انا هقوله ده، تبص على الادز عندك وهل ده اتس اوكي، في حاجه منهم فعلا زي ما انا قلت ولا في حاجات مختلفه. تمام، طيب خلينا ايه؟ نقول
اساسيات في اصلا الجزء الخاص بالريستورانتس اد، يعني الجزء الخاص بالمطاعم بشكل كبير، لان ده كاتيجري اصلا مختلف تماما وبيلعب على استراتيجيز مختلفه وحاجات كتير مختلفه. مبدئيا كده هو طبيعه الفيجوالز، او انت اشتغلتي الادز ليه ستراكشر معين او ليه هيكله معينه. يعني انا عملت حمله جواها اد سيت وجواها اد باعلان واحد بصوره واحده، ولا انا عملت ستراكشر مختلف، انا اشتغلت كامبين فيها اكتر من تارجت اودينس وجوه كل تارجت اودينس اكتر من فيجوالز مختلفه. ده لا هي سؤال. بصراحة هو تارجت اودينس واحد، تمام، لأن المكان صغير، يعني المكان مش كبير قوي، هو منطقة واحدة، تمام، فاللي هو حوالين المطعم يعني، والفي تو اتسيت يعني كان عاملين تو اوفر بس. اوكي، هو حتى لو هو حتى مكان صغير، فهو اوريدي بيرفلكت او بيسيرف على باقي المنطقة اللي حواليه، او بيسيرف على باقي المناطق اللي حواليه. يعني ده اوريدي ده طبيعي، حتى لو هو مكان صغير فطبيعي جدا ان هو بيقدر ان هو يسيرف على مناطق مختلفة. بس هي الفكرة ان بس انا الزون يعني مش كبير قوي، ده المقصد يعني، الايه؟ الزون مش كبير قوي اوكي، حتى لو الزوم مش كبيره، بص هقول لك على اللي هو حاجه، بيسيرف عليها. اه انا لازم اجرب اكتر من طريقه، ولازم اجرب اكتر من خدمه، ولازم اجرب اكتر من لازم اجرب اكتر من عميل، واجرب اكتر من طريقه للاودينس بشكل كامل. يعني فاهمه؟ يعني لازم اتست اجزاء كبيره وفيجوالز مختلفة عشان أقدر ألمس تغيير، أو أقدر ألمس إن أنا لا، في بالنسبة لي عملاء مختلفة، أو في بالنسبة لي تفاصيل مختلفة عن طبيعة الأودينس. يعني مثلا أنا ممكن أعمل إعلان وأحط في الإعلان ده تصوير للإطباق بتاعة المطعم بأشكال مختلفة، فده جاب الناس. ممكن أعمل مثلا اكتيفيتيز او انشطه مختلفه او حفله واشتغل بيها بشكل، واشتغل على الادز بتاعتها، فده هيجيب ناس مختلفه. ممكن اشتغل على حته الهدوء في الصبح، ان انا المطعم فاتح الصبح، المطعم بيبقى فاضي الصبح، فالعب على ان المطعم بيكون هادي الصبح، فالعب على ان انت فطورك هيبقى فيه هدوء، وابتدي العب على اكتر من حاجه، وبناء على ده اشوف النتائج هتبقى ماشيه ازاي. وبعدين في ده سؤال. السؤال التاني، انا لما اشتغلت على ده اشتغلت انهي نوع ادز؟ يعني انا اشتغلت انهي نوع من انواع الادز؟ messages. اوكي ماشي، انا اشتغلت رسائل، صح؟ طيب ماشي، انا المفروض بقى العميل اللي كان جاي، او العميل اللي المفروض هيكون جاي معايا، او المفروض جاي هيبعت مسج لايه؟ انا برضو محتاج افهم، يعني هيبعت مسج لإيه؟ ياخذ اكشن، يطلب اوردر يعني. يعني انت يعني هو المفروض سيرفيس، ان العميل هي هي المفروض هي العميل هي هيروح يعمل حجز لأوردر فيوصل له دليفري، صح؟ او في المكان نفسه، هي حضرتك دي اوفرز عامه، عاملين عروض على الاكل يعني وكده، تمام، فهو بيبعت مسج، يا اما بيطلب اوردر يا اما بيجي المكان، طيب يعني على جربتي، حسب المناسب دي اكيد. هي الفكره ان انا العب على الـ الـ العب على الـ اكتر من طريقه، واكتر من سيرفيس. يعني الموضوع بيكون محتاج ان انا ابص على الادز بشكل كبير، لكن خلينا نقول ان في اساسيات لازم انا بلعب عليها. مبدئيا لازم العب اكتر من كاتيجري، لان انا مش عارف مين هيرتاح على جو المطعم بتاعي. ممكن يكون فور بيزنس اكتر، ممكن يكون بشكل مختلف عن بشكل مختلف عن الطريقه اللي انا بعرض بيها. ممكن يكون انا بالنسبه لي الافضل اني اتارجت الطلبه والمكان نفسه يبقى هو بيهوى الطلبه، او المكان نفسه الطلبه بالنسبه له هم التارجت اودينس. فلازم أن يكون في مايند سيت كده معينه للمطعم نفسه، هو بيتارجت مين، في انهي شريحه، بيلعب على مين بالظبط، وهكذا.
فدي حاجات لازم انا اكون محددها في الادز والعب عليها باكتر من طريقه. حاجه كمان بيبقى محتاجين فيجوالز كتيره، لان طبيعه الريستورانتس او المطاعم لازم بيكون ليها طريقه مختلفه في طريقه العرض او طريقه الشغل بتاعها. يعني انا لما باجي العب عليها لازم العب على شغل مختلف للتارجت اودينس. مره اقدم لهم اطباق جديده غريبه، مره اقدم لهم صور من المطبخ والنظافه بتاعته، مره وهكذا. فلازم الموضوع يكون بطرق مختلفه واساليب مختلفه عشان اقدر اوصل لفكر العميل بشكل كبير. حاجه كمان الادز في الادز لو في الريستورانتس او مجال المطاعم بيعتمد بشكل كبير على ان انا اعمل ادز، مع ان انا اشتغل اورجانيك كويس على الجروبس واشتغل على جوجل ماب واشتغل على اكتر من طريقه. فما ينفعش ان انا الموضوع يكون واقف بالنسبه لي على ان انا بران ادز او بشغل اعلانات دايركت. فراجعي بشكل كبير الفيجوالز، المحتوى اللي نازل بشكل كبير، وراجعي بشكل كبير كمان الاجزاء اللي ليها علاقه ب الاجزاء اللي ليها علاقه بطريقه العرض بتاعت المطعم نفسه. طريقه العرض بتاعت المطعم ماشيه ازاي، هو ماشي باني طريقه، باني كونسبت، باني فكره، وهكذا. فالفكره ان هو مش بس فكره الاد. حاجه كمان لو احنا دخلنا بقى انكلودد قوي قوي جوه الاعلان، فهو ظهر لكام شخص، وبعد الفريكوينسي بتاعته ايه، المفروض التفاصيل بقى الخاصه بيه، الكواليتي بتاعت الاعلان، طب في كام رساله جت، وعدد الرسائل دي هل ما جاش منها اوردرات. يعني كان في عدد رسائل كتير وما جاش منها اوردرات، طب انا ممكن اشتغل بطريقه تانية. لو انا شغال انجيجمنت، جربت ان انا اشتغل سيلز وهكذا، الكوست بالريزلت عامله ايه. ففي محاور كتير بنبص عليها. كنت هسأل حضرتك، هو مثلا من خبرتك الأفضل في المجال ده إعلانات الرسائل ولا التفاعل؟ اعلانات المسجز طبعا، اعلانات المسجز بشكل، يعني التفاعل ما بياخدوش أكشن يعني. بص هقول لك على حاجه، انا بشتغل اصلا بقى دي ككونسبت او كطريقه، كطريقه شغل في الادز اصلا بيشتغل من انجيجمنت او تفاعل لما انا بكون متاكد كويس جدا 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 ان المحتوى اللي انا حاطه هو هيعمل لي هيحقق لي المبيعات اللي انا عايزها او حقق لي الجزء اللي انا عايزه. يعني انا لو هشغل كامبين او حمله اعلانيه هي انجيجمنت عشان اجيب منها مبيعات، لازم اكون متاكد ان التارجت اودينس دول تمام، هم دول اللي انا بلعب عليهم وهم دول اللي انا محتاجهم وبالنسبه لي هيحققوا اللي انا عايزه. ولازم اكون متاكد ان الفيجوالز او المحتوى اللي انا عارضه هو ده المناسب وهو ده اللي المفروض الناس هتبقى محتاجاه واللي الناس هتبقى بتتفاعل معاه وبتطلب وبتسأل. يعني فاهمه؟ لان انا عشان اجيب سيلز بالانجيجمنت لازم أنا اكون ظابط ورقي 100% 100%. طيب لو انا مش ظابط ورقي بشتغل دايركت كده على الاوبجكتيف، يعني انا هدفي بيع بروح اشتغل بيع، هدفي تفاعل بروح اشتغل انجيجمنت، هدفي اويرنس بروح اشتغل اويرنس. طب لو انا متاكد بقى من الميديا والحاجه اللي انا مطلعها بشتغل ممكن اوبجكتيف تانية وبقدر اعوضها بقى بايه، باوبجكتيف اقل في الكوست وهكذا. تعرف فاهماني؟ هو اغلب مثلا الاماكن او المطاعم بيبقى البوست بتاع الاعلان عليه تفاعل كبير جدا، تمام، او عليه تفاعل عامه. فانا اللي فهمته ان الواحد المفروض الكامبين يشغلها تفاعل الاول، تمام، بعدين يشغلها مثلا اوردرات او مسج، ده صح؟ يشغلها تفاعل الاول وبعد كده يشغلها اوردرات. هو بنعمل كده، بس مش دي قاعده ثابته. يعني انا ممكن اشغلها تفاعل ليه بقى، وده بنشتغل على ده في حالتين، لو انا عايز اعمل اويرنس او لو انا عايز اعمل سيلز. فبعمل ايه، بشتغل كامبين هي انجيجمنت تفاعل، تمام. وانس ان الناس اللي اتفاعلت معايا هي اوريدي الناس اللي انا، هي دي الشريحه اللي انا بلعب عليها، وهي دي الشريحه اللي انا ممكن اللي انا متارجتها، هي نفس المنطقه، هي كل حاجه تمام، بروح اعمل دوبليكيت واشتغلها سيلز. يعني اروح شغلها سيلز، تمام. طب بشتغلها سيلز خلاص انا اتاكدت. ليه بقى؟ ساعات مثلا لو انا هشتغل اورنس او انا هشغل حمله او كامبين اورنس،
بعد ما بشغل الكامبين اورنس، هو المردود بتاعها بيجي بعد كذا شهر. بيجي ازاي بقى؟ ان انا بيجي لي مبيعات وترافيك على الويب سايت من السيرش، ان انا منتجي بقى يتسال عليه، ان انا بقى في ناس تتكلم عني في جروبس مختلفه، ان انا بقى يتعمل لي ريكومنديشن، ان عدد الفولورز زاد. فده عشان نلمسه بياخد فتره طويله جدا. فانا مش هستنى شغل كامبين اورنس واقعد استنى الفتره دي تعدي بعد كده اشوف انا وصلت ولا ما وصلتش. فانا بشغلها انجيجمنت على نفس التارجت اودينس. طبعا الكلام ده بيبقى بوكت في اودينس مختلفين او طبيعه اودينس مختلفين، لكن بكون متاكد ان انا على الاقل واصل لمرحله مهمه جدا، وواصل لمرحله انا واثق فيها ان طريقه التارجتنج بتاعتي دي مظبوطه. فاهمه؟ هي جرب تاني. ميرسي جدا لحضرتك. العفو. اوكي تمام. طيب في حد تاني عنده سؤال قبل ما نقفل؟ اوكي تمام. معلش أستاذ طيب محمود، آخر حاجة اوكي هو بس كنت بسأل بخصوص، هو هل في مثلا حضرتك تعمل ميتينجز قريبة سواء في القاهرة أو اسكندرية؟ كنت أسمع كده يعني في اليوتيوب. هو المفروض يوم 17، فلو يوم 17 هنكون في القاهرة في المعادي. المفروض ان يوم 17 هنكون في القاهرة في المعادي في ديجيتال ماركتنج منتورنج دي. يعني الفكرة فيها ان هو يكون منتورنج دي بس، الناس هتيجي بالأجهزة بتاعتها بالشغل بتاعها بشكل كامل، شاكب راكب كده كونتنت بقى اي سي او ماركتنج ميديا باينج بيزنس او حاجة، ونقعد نراجع الشغل مع بعض. والله انا كتبت كونتنت وعايز اتاكد هل الكونتنت اللي انا بكتبه ده صح ولا غلط. طب انا ممكن اعمل حاجه ازيد، طب انا ممكن اعمل حاجه اقل، طب انا الاي سي او بتاعي كده مظبوط، طب انا الادز اللي انا اشتغلتها، تعالى نقعد ونراجع البرفورمانس ادز بتاعتنا والتارجتنج بتاعتنا والادز بتاعتنا ماشيه مظبوطه ولا لا، وهكذا. فبيبقى هو يوم منتورنج داي المفروض يوم 17، والمفروض ان كل البنفيتس او العائد من اليوم هو رايح لغزة إن شاء الله. فده المفروض يوم 17 اللي هو الجمعة الجاية تقريبا. يعني طب الساعة كام حضرتك؟ هو هيبقى الساعة على ما أتذكر هيبقى الساعة 2 على ما أتذكر يعني، بس ممكن تسأليهم على البيج هيأكدوا معاك الميعاد. اوكي هرجع بس اوكي نسيب الدفعة. العفو. أوكي تمام. طيب تمام. يعني تقريبا كده احنا تقريبا كده احنا خلصنا. فلو ان شاء الله يعني نتقابل زي ما احنا عارفين كل يوم جمعة الساعة 9 في اونلاين الساعة 9. فبإذن الله اشوفكم على خير المرة الجاية، وان شاء الله يعني تكونوا دايما كده موجودين بإذن الله، وتصبحوا على خير.